وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور محمد مبارك جمعة، كاتب ومحلل سياسي. مساء الخير دكتور، حدثنا عن دور رئيس الوزراء المقر في النهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين، أيضا اهتمامه ومتابعة احتياجات المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسمحي لي في البداية أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقامها، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد المفدى، وسيدي سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وإلى عموم عائلة آل خليفة الكرام وشعب البحرين الوفي بمناسبة العودة الميمونة لسيدي سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية. نعم. وهذه في الواقع مناسبة يعني سعيدة جدا يحتفل فيها شعب البحرين بعودة هذا القائد المتميز في الواقع منذ ما قبل استقلال البحرين وحتى اليوم، ولسموه الكريم البصمات الواضحة على عمرانية البحرين ونهضتها والنماء. طبعا كل من عاصر سموه وكل من حضر مجالسه وكل من احتك به عن قرب يرى برأي العين أنه يهتم بالإنسان، يهتم بالمواطن البحريني، يولي اهتمامه لكل الأفراد، يسعى على راحة الإنسان في البحرين، يلبي احتياجات الناس. كثير الزيارات إلى مختلف المواقع، يقف بشكل ميداني في مختلف المشاريع التي أشرف عليها سموه الكريم. طبعا الحديث يطول في هذا الجانب وأنتم تحدثتم وسيتحدث غيري في هذا الموضوع، ولكن سموه الكريم رأى التعليم في البحرين، رأى الإسكان، وضع نظاما صحيا متميزا، أشرف على الكثير من المشاريع التنموية والعمرانية في مملكة البحرين، وجعل من العمل الحكومي والعمل التنموي في البحرين مؤسسيا يعني له قواعد وأنظمة تضمن استدامته. نعم. طبعا فرحة شعب البحرين بعودة سموه اليوم بعد أن من الله عليه بالصحة والسعادة وبالصحة والعافية هي فرحة تنم عن حب هذا الشعب لسمو رئيس الوزراء، واستذكارا لمواقفه المتكررة ومواقفه العظيمة في نهضة مملكة البحرين وفي دعم أمنها واستقرارها وفي دعم اقتصادها وفي دعم مختلف عناصر التنمية فيها. وبالتالي فإن يعني ما حققه سموه وما زال في الواقع يحققه ويشرف عليه هو أمر يفخر به شعب البحرين. ويكفي في الواقع أيضا أن نتطرق إلى مشاعر السعادة التي حتى تغمر شعوب دول مجلس التعاون الخليجي حينما تم الإعلان عن عودة سموه الكريم إلى أرض الوطن. نعم. هذا في الواقع مؤشر واضح جدا على كم الشعبية التي يتمتع بها سموه الملكي. نسأل الله له دائما الصحة والعافية، وأن نراه يعني يتولى المهام الجسامة التي دائما ما كان على قدرها وأنجز فيها كثيرا لمصلحة هذا الوطن. نعم دكتور محمد مبارك جمعة، كاتب ومحلل سياسي، شكرا لك.